اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير. إن الإيمان بالله والحب الذي يملأ القلب يحقان كل غاية. علمتني الحياة الحب فلا أحمل غلا لأحد. وليدات الشلفة وليدات مسعد كل كيف كيف، واحد ما يزيد على واحد بشبر إلا من أتى الله بقلب سليم. رحبوا بسي الضيف محمد. يعود عندنا شوية نخوة. أول حزب داروا واحد من الجلفة، جلفة كاع كيف كيف، النوايل السحاري العبازيز كل 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 مسعد ولاية جلفة تجمعنا. مش عليه هذه دون منازع مسعد هي كما قالوا دكاترة جون كابدين، سي لا كابيتال سبيريتويال دي ولادنا، العاصمة الروحية تاع ولادنا. ما قلناش اللغة العربية نقوم بها، هذه قالوها في دكاترة، قالوها في لاينين باللي اللغة العربية تنطق بجدارة واستحقاق في ناحية مسعد. مش عليه عندنا معنا السي محمد ضيف، سي ان دكتور، وهذا الدكتور راه عاون المسيرة تاع السلام. مانيش نهضر انا في الهواء، راه عاوننا كثر خير. المسيرة تاع السلام واش معناها؟ السلام اسم من اسماء الله الحسنى، واللي يحب المسيرة تاع السلام راه حب ربي، لان نشر السلام واش يقول لك؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وقوموا بالليل والناس نيام. هذا صح، ربي سمى روحه السلام. سي جنيدي الطباع، سي مصم دراع، سي راهم جماعة ياسر، سي محمد اللي راه مترشح، سي مسعود، هذون ساعدوا المسيرة تاع السلام. سي محمد راني خطرت معاه، يقول لك الراجل باه تعرفوا بالكرم نتاعو، إن الله كريم يحب الكريم، وتعرفوا بجيبه كي تسحقوا في جيبه، وتعرفوا كي تسافر معاه. هذا الراجل كي تسافر معاه تعرفوا، وما كي يعود قايدو هنا في حلقة واحدة دون ساكوكي ما تعرفوش. هذا رحنا شرقا غربا شمالا جنوبا، عنده المعارف، معارف ومعارف، وناكل ونشرب ويزورونا. البارح كلمني على عجالة، قال لي راهم جايين دي زون دافير حمر لي وجهي، هو اللي صرف ما نكذبش انايا. باسكو دار عياله مرضى، جاو دي زون اربع رجال اعمال من تاجنات وعين تفله وبشار وزيرالدا ووهرم، قالوا بالحرف الواحد، قالوا الى ربح سي محمد رانا نديروا مجهود دابا نستثمروا في مسعد. من جملتها واحد من وهرم يستثمر حتى في المروك، دي ملياردير. هذون ما نكون نبداوش نحشوا بعضنا بعض، مش عليه رانا ما نحكروش الجماعه اللي مترشحين. بصح من احسن الي سميته محسنا، انا احسن عليه ومساميها بمسيره تاع السلام، وكي يعود خاطر هو المصطفى الراح تبو يلا غالي يعرف معارف شخصيات كبار. والدليل هذا الجمع الغفير، هذا الجمع المبارك.